صباح العسل، صباح الفل والورد والياسمين، صباح السعادة، صباح التفاؤل، صباح الأمل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني كتير. معاكم شيماء. النهاردة بقى هنعمل فطار مش هيكمل دقيقة في المطبخ، يعني بصوا مكملش حق ثواني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى، جبت كده تلات عدد بيض وهخلطهم كده مع بعض، بس حطيت كده الأول ملح محوج، يعني في كل التوابل اللي أنا عايزاها، تمام. و هضربهم زي ما شفتوا كده، وبعد كده جبت طاسه وهحط فيها زيت. حابه تعملي الاكله دي بالسمنه او زيت مع سمنه براحتك، بس انا حابه تكون خفيفه عشان احنا لسه الصبح. وهنزل بقى بالبيض كده، لو حابه تزودي برضو البيض براحتك. اكله حلوه جدا وجميله وطعمها جميل وعيلك هيحبوها قوي. بصوا انا بقلي البيض اهو بالشكل ده، اول ما الاقيه استوى معايا هقول لكم هنحط ايه تاني. انا بضيف له كده ملح محوج تاني عشان ما احسش بريحه زفاره فيه، وعلشان هيحتاج ملح يعني. بس هقلبه بقى شويه كده. عايزه اقول لكم ان الاكله دي حلوه جدا للاطفال اللي كمان ما بيحبوش البيض، وطعمه كده وجميله. وكمان انا لولا ان انا مش بقدر اشم ريحه توابل كتير كنت حطيت لكم توابل كمان. جبت كده بقى بطاطس مسلوقه برضو الكميه اللي انت عايزاها. انا عملت كده على قدنا، حاجه بسيطه الصبح كده لحد ما اعمل ايه فطار يعني غدا. بس بهرس بقى، هرست كده البطاطس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هقدمها. عايزه تعملي بقى جنبها فول، طعميه، اي نوع تاني من انواع الاكل اعملي. هو الفطار كده الصبح ما بيبقى محتاج ايه، حاجه بسيطه. الفطار الصبح بيبقى محتاج كده ده حاجه بسيطه وخفيفه، و جنب لفت مخلل كده. عايزه اقول لكم اللفت ده طعمه جميل جدا ما شاء الله، وحلو يعني مش ناعم، لا حلو كده ولذيذ ومش مالح ومفيهوش شطه، عشان الدكتور بتاعي لو شافني او ماما لو شافتني، عشان انا عندي املاح وتعبانه. شايفين بقى قدمته كده وبالف هنا وشفا. شكل شهي جدا وطعمه جميل جدا وعجب الولاد وحبوه خالص، مع عيش بلدي بقى وبألف هنا وشفا. وده طبق من أطباق الفطار. أشوفكم في فيديو جديد.